في واحدة من التنبؤات الغبية لمستقبل التكنولوجيا، نشرت المجلة الأمريكية الشهيرة نيوزويك في شهر فبراير سنة 1995 مقالة لكليفورد ستول ينتقد ويهاجم فيها الإنترنت، وهذا ما كتبه حرفيا: الحقيقة أنه لا بيانات بإمكانها النجاح في استبدال جريدتكم الورقية اليومية، ولن ينجح القرص المضغوط في استبدال أستاذ جيد، كما لن يستطيع كمبيوتر مربوط بشبكة تغيير طريقة عمل الحكومات. ماتت الصحافة الورقية، التعليم عن بعد أصبح متاحا للجميع، وأصبحت الحكومات إلكترونية. ويا لسخرية القدر، 17 سنة بعد كتابة هذا المقال الاستشرافي والتنبؤي، مجلة نيوزويك النسخة الورقية اختفت وأصبحت رقمية حصريا. عندما تقرأ هذا المقال الآن سوف تبتسم لا شعوريا، إذ أن الإنترنت أصبحت تحتل حيزا هاما في حياتنا، من بحثنا على وظيفة إلى العثور على أصدقاء أو معرفة طريق السير، إلى الاطلاع على آخر الأخبار، مشاهدة الأفلام والمسلسلات، مباريات كرة القدم، إلى تشخيص الأمراض وغيرها من الأمور.